منعم اختك وحسن ما داويش الزاد من صباحيه ربنا. عيب عليك يا معلم بش. امال انا بعمل ايه في المطبخ؟ يلا يا دهب يلا عشان تدوقي طبيخ اخوكي. مش نفسي يا منعم. هو مين له نفس؟ بس لازم تاكلي حاجه يا حبيبتي. معلش بعدين. لا مش بعدين، هتاكلي دلوقتي عشان كمان حسن ياكل. ولا ايه يا حسن؟ انا عايز المعلم وذنب. طب بقول لك ايه، احنا هناكل وبعد ما نخلص هننزل انا وانت واجيب لك ايس كريم لحد ما المعلم يرجع. مش هاكل غير لما زمزم والمعلم يرجعوا. طب بقول لك ايه، تعالى تعالى. تيجي احكي لك حدوته. بص بقى يا سيدي، اقعد. كان في مره ولد صغير أمه اللي بيحبها راحت مشوار طويل، وهي كانت وحشة قوي، فقعد يعيط يعيط وزعلان ومش راضي ياكل. فلما قالوا لمامته اللي راحت المشوار الطويل، فزعلت من ابنها حبيبها إنه مش راضي إيه؟ مش راضي ياكل. فالولد الصغير لما عرف إن مامته حبيبته زعلانة كان لقمة صغيرة، وبعدها خد معلقة كبيرة كبيرة. وصاحبة مامة الولد الصغير بقى لما شافت الولد الصغير بياكل كلت هي كمان الأكل اللي قدامها. وجد الولد الصغير بقى لما شافهم قاعدين بياكلوا ومبسوطين قعد كل معاهم. مفيش نفس. عشان ده قضاء وقدر ولازم نرضى بيه. بس بقى وتوتة توتة خلصت الحدوتة. ايه رأيك؟ وفين بقى الحدوتة؟ مامة الولد الصغير رجعت تاني؟ هنكمل بقى الحدوتة دي على العشاء.